وانت بتشوف اللي صار لاخواننا السوريين والاتراك بتوقف مفجوع على حجم الكارثه اللي صارت معهم. بعد حرب ودمار وتشرد سنين، اليوم زلزال من هالحجم زاد من الامهم جرح جديد. اللي مر باحداث مؤلمه بحياته ممكن يعرف شو يعني زلزال اكثر من 7.5 ريختر. القصه مش بس بيوت مهدمه او شوارع مشققه، ولا منظر مخيف للمدن اللي استوت على الارض. ورا كل هذا قصة لشخص ممكن تشوفه لسه واقف على قيد الحياة بهذيك المناطق، قصة فقد ابن أو أب أو أم أو حتى عائلة الله يكون بعونهم. بس هذا ما بيعني إنه لسه في شريحة من الناس دايماً بتتغذى على مصائب الآخرين. تعظيم سلام من الشيطان لمعلمه الإنسان، الإنسان اللي بحب الأكشن، خصوصاً لما يصير مع الأكشن إعلام وسوشيال ميديا بتصير الإثارة أكبر، لايكات ومشاركات وتعليقات وسط الضحايا من قتلى ومصابين، وسط كل اللي صار بالناس. في ناس بتشوف الفاجعة فرصة للتكسب، ممكن فلوس وممكن شهرة، ولحد ما شفنا انه ممكن حدا ينشر إشاعة ويتناقلها عشان لايك وعشان نتصور قوة الكارثة اللي صارت. معك خبر انه المهندسين الجيولوجيين بيحكوا انه كمية الطاقة الناتجة عن الزلزال تعادل 500 قنبلة ذرية. الناس استغلت الفرصة للعب بعواطف وقلق الآخرين لغاية الشهرة، جابوا لك توقعات كاذبة وقديمة لمنجمين وعرافين وقالوا رح تحصل الآن، صوروا فيديوهات لأحداث سابقة على أساس إنها الآن، أمواج تسونامي، أعداد، أرقام، كذب ورا كذب ورا كذب. عشان إيش؟ عشان لايك. للعلم وبحسب العلم فإن الأرض تتعرض لملايين الهزات كل عام، 30,000 منها فقط يمكن الشعور به أو إنها تتسبب بأضرار، و82 زلزال مؤثر فقط يقع كل عام. مثل هاي الأخبار الحديث عن قرب وقوع زلزال مدمر مثلا في المنطقة، برغم إنه العلم لحتى اليوم بقول لك إنه معرفة موعد وقوع الزلزال يشبه التنبؤ بالمستقبل، وبالرغم من إنه في عنا علماء محترمين بيطلعوا بقولوا إنه منطقتنا آمنة نسبياً والهزات اللي بتصير فيها غير مدمرة، وحط 30 خط تحت غير مدمرة، منطقتنا غير منطقة الأناضول و و و بس ما في فايد. كل فترة بيطلع لنا حدا بسمي حاله مختص جيولوجيا بيكذب على الناس وبيبحث عن الشهرة. وعلى ذكر وقوع الزلازل، أكيد سمعته بزلزال أندونيسيا اللي وقع عام 2004. صحيح إنه زلزال أندونيسيا ما كان بحسب مقياس ريختر أقوى زلزال مسجل في العالم، بس من حيث عدد الضحايا كان الأفضع للأسف، واللاعب الأساسي بعدد الضحايا هو البنية التحتية. أما أقوى زلزال مسجل لحتى الآن هو بقوة 9.5 درجة في تشيلي، ووقع عام 1960. زلزال أندونيسيا كانت قوته 9.1 على مقياس ريختر، ولحقوا تسونامي مدمر ووصل إلى الشواطئ في العديد من البلدان المتاخمة للمياه. الضحايا 228,000 إنسان في 14 دولة. أندونيسيا لحالها 167,000 شخص. تخيلوا الرقم، 228,000 إنسان. وهذا الزلزال الأعلى دموية في التاريخ. اللي بعده من ناحية الضحايا كان زلزال تشيلي، كان مرعب وما كان زلزال واحد، كانت سلسلة زلازل استمرت لأيام ومزقت الأرض بطول 600 ميل من التصدعات، ووصل عدد الضحايا حوالي 5,700 شخص، وأصيب حوالي 3,000. يعني زلزال تركيا مع تزايد عدد الضحايا راح يكون ثاني أكبر زلزال دموي. عارف إحنا البشر بنغطي كمساحات مأهولة قليلة جدا بالنسبة لإجمالي الكرة الأرضية، يعني في زلازل وأعاصير وكوارث ضخمة بتصير وما حدا بحس فيها أو بشوفها أساساً. مدننا نقاط صغيرة على الكرة الأرضية والباقي كله فارغ وغير مأهول. وزلزال توهوكو في اليابان اللي لحقه تسونامي مدمر طوله عشرات الأمتار، وصل الضرر حتى لمحطات الطاقة النووية، وكانت النتيجة انصهارات وتسريبات إشعاعية خطيرة. خلوني الآن أرجع لزلزال تركيا. كان الله سبحانه وتعالى في عون الضحايا من الجرحى والأطفال الذين فقدوا أهلهم. هل تعلمون أن زلزال تركيا أزاح الصفائح التكتونية التي تجلس عليها تركيا لمسافة تصل إلى 3 أمتار، وذلك إلى الغرب؟ يعني تركيا صارت أقرب إلى الغرب بنحو 3 أمتار. القصة مش مزح.
وأصلاً الدولة التركية تقع على خطوط صدع رئيسية تحت لوحة الأناضول والصفيحة العربية والصفيحة الأوراسية، وبالتالي فهي عرضة للنشاط الزلزالي. لكن الزلزال الأخير للأسف كان عنيف جداً، وبحسب العلماء فإن هناك آثار سلبية للزلازل وأخرى إيجابية. السلبية فهي حدوث تشققات وتصدعات وتدمير كبير في شبكات الاتصال والصرف الصحي وتعطيل المواصلات وتدمير المباني وانهيارها، وحدوث فيضانات مدمرة مثل التسونامي، وهذا ما قد يؤثر على المدن الساحلية. أما الإيجابية فممكن أن نقول أن التغيرات في القشرة الأرضية ممكن تظهر لنا معادن مخبية أو آبار جوفية أو ممكن حتى نفط، وممكن 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 وممكن. والأهم أنه إحنا لسه كبشر ما أوتينا من العلم إلا قليلا، والأكيد أنه هاي الكوارث فيها حكمة وفيها خير، بس إحنا لسه ما بنعرف. ولا كيف استمرت الأرض مئات الآلاف أو حتى الملايين من السنين؟ استمرت لأنه إلها نظام كامل متكامل ومن ضمنه الزلازل. المهم أنه إحنا دائماً ما نلحق وراء الإشاعات. التنبؤ بالزلازل مستحيل علمياً، وأن تكون الزلازل نتيجة تدخل بشري بصراحة هذا إشي مضحك. الإنسان لا يمكن أن يحدث زلزال إلا بتدخل قوى نووية، وهو أمر بعيد، ولو حصل مش ممكن يتخبأ ويصير بالخفاء. تعزينا الحارة لإخواننا، تعزينا لذوي الضحايا، ولكل من فقد حبيب وقريب وجار. كنت معكم أنا محدثكم عبد الرحمن عطية، دمتم بخير.